مساء الخير عليك يا احمد. مساء الخير ساره، مساء الخير على كل اللي بيتابعونا. يوم جديد وحلقه جديده والسادسه. الحقيقه مش بس هي مجرد نجمه تسعه هتضاف لدولاب بطولات النادي الاهلي، بالتاكيد رقم استثنائي. يعني ما اعتقدش باستثناء ريال مدريد ما فيش نادي تاني موجود على سطح الكره الارضيه قدر يحقق الانجاز اللي وصل له النادي الاهلي. خدوا بال حضراتكم انه كمان في العشرين سنه الاخيره الاهلي تسيد افريقيا بشكل كامل، وانا قلت لحضراتكم انه العشرين سنه اللي فاتت كانت فرقه بشكل كبير جدا في زياده قاعده جماهيريه وشعبيه النادي الاهلي بشكل كبير. الاجيال اللي اتولدت وابتدت تتفرج على كوره وتشوف كوره وتشوف نادي مسيطر تقريبا على 90% بالبطولات اللي بياخدها، بيقدم لمصر وللعالم العربي والقاره افريقيا اهم النجوم واهم المواهب في كره القدم، بالتاكيد زادت حجم شعبيته كتير جدا. لكن مش بس، ويمكن هيبقى جزء من حلقتنا النهارده، يعني انا عايز اقدم للشباب دول والجمهور الاهلي عموما، يعني مش بس الشباب الصغير لكن الجمهور الاهلي عموما، فكره عن يعني ايه الاهلي في افريقيا، يعني ايه مشوار من الانجازات ومن النجاحات اللي الناس دايما بتبص فيه على الخطوه الاخيره، يعني بنبص دايما على فكره التتويج. لا، الحقيقه انه نجاحات الاهلي في افريقيا تتخطى بكتير جدا فكره التتويج، والارقام القياسيه اللي بيحققها الاهلي في افريقيا تتخطى بكتير جدا فكره الكؤوس اللي فاز بيها النادي الاهلي، على الرغم من ان هو متفوق طبعا على مستوى البطولات، سواء كنا بنتكلم دوري ابطال، سواء كنا بنتكلم على ابطال كؤوس بالمسمى القديم او حتى كونفدراليه، مفيش بطوله وسوبر افريقي، مفيش بطوله افريقيه النادي الاهلي ما حققهاش. هنتكلم النهارده بكل تفاصيل. وبمناسبه الانتقادات، انا بيتهيألي ان واحد من اكثر النقط الايجابيه في تولي بيتسو موسيماني المسؤوليه هي يعني انه حده الانتقادات اللي موجوده في اخر ايام فايلر قلت بشكل كبير. انا بيتهيألي انه من ساعه ما تولى بيتسو موسيماني المسؤوليه وظهر مع الاهلي في اخر ماتشات البطوله المحليه او حتى في ماتشات الوداد، انا نغبت الانتقادات. ما شفت يعني شفت حاله رضا كبيره جدا من الجمهور عن الاداء وعن النتيجه وعن مستوى كبير جدا وصلت له الفرقه وعن ارقام مهمه جدا حققها النادي الاهلي تحت قياده بيتسو موسيماني. فما اعتقدش انه الناس النهارده بتفكر في انتقادات، الناس النهارده بتفكر ازاي ندعم فرقتنا، ازاي نعدي الجاب او الفجوه اللي حصلت بعد التاجيل لمده 3 اسابيع. احنا بنتكلم من 6 ل 27، وبالتالي عندنا تقريبا 3 اسابيع تاجيل، عايزين نستغل الفتره دي. بالتاكيد يا كلام مش محتاج ان احنا ناكد عليه انه اللعيبه في قمه تركيزها وانه الجهاز الفني بيذاكر بشكل كبير جدا، ويمكن هنتكلم في اخبارنا النهارده على تحضيرات واستعدادات الجهاز الفني ازاي هيتعامل مع المرحله دي بشكل كبير. النهارده هيشرفنا في طبعا كابتن محمد سمير هيكون ضيف علينا هنا في استوديو السادسه، هنتكلم معاه وواحد من طبعا من ولاد النادي الاهلي، وهيكون معانا النهارده من فيديو كونفرنس الناس اللي حضرت بطوله افريقيا 96، بطوله امم افريقيا 96. يفتكروا كويس قوي طبعا منتخب البافانا بافانا البلد المضيف، ويفتكروا كويس جدا واحد من ابرز الاسماء في البطوله دي اللي مش ممكن ابدا ننساها، سواء بادائه في الملعب او بمظهره الملفت للنظر. مارك فيش نجم جنوب افريقيا هيكون ضيف علينا في السادسه النهارده من خلال الفيديو كونفرنس. خلينا نروح لفاصل ونرجع نبتدي حلقتنا مع حضراتكم.